بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر الصديق. النهارده بنتكلم في جريد 5 برايمري، الصف الخامس الابتدائي. اوكي، دي مراجعه اختبار شهر مارس للصف الخامس الابتدائي، اختيار الوحده 7 و8. نقلب الصفحه. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. Excuse me. I am looking for the bathroom. من فضلك أنا أبحث عن الحمام. Bathroom، دورة المياه. Okay. Number 2. I'll buy this dress. سأشتري هذا الفستان. بعد will لازم أحط الفعل في المصدر، كلهم مصدر يا مستر، فأنا بعتمد إن كلمة dress مش هينفع أختار معها أي حاجة غير كلمة buy، أشتري. Number 3. Which one؟ أيهما؟ Do you want؟ أيهما تريد؟ The green one. الإجابة الأخضر. Number 4. Is the aquarium far؟ هل كلمة aquarium بمعنى متحف الأحياء المائية؟ far بعيدا؟ Yes it is. هنا السؤال حضرتك بدأ بإز، فلازم الإجابة تكون بإيه؟ بإز. أوكي، نقلب الصفحة. Number 10. ويلز الحيتان are bigger. بعد bigger لازم نحط than. Are bigger than sharks. يا مستر دلوقتي الفكرة نفسها ان انا في المقارنة، في مقارنة الصفات، لو صفات قصيرة المقطع زي big مثلا، زي tall، زي short، زي small، لازم نحط معها are زائد كلمة than. هنا في المقارنة بين الويلز الحيتان وsharks والقروش، فلازم نحط بعد bigger كلمة than. bigger than يعني اكبر من. 11. This dolphin is bigger than. الدولفين ده اكبر من the octopus، الاخطبوط. 12. That is faster than Mona. زاد اسرع من مين؟ من مونا. برافو يا زاد. 13. The octopus، الاخطبوط، has got 8 arms، له 8 اذرع. تمام يا اساتذه. 14. The crab is smaller. ده مستر ده ايه ده؟ كراب مفرد، لازم احط معاه is. The crab is smaller than the dolphin. 15. The eel، ثعبان الماء، is smaller than the whale، اصغر حجما من الحوت. تمام يا اساتذه. المجموعه الثانيه يا مستر. Choose the correct answer from ABC or D. Number 1. Grandpa جدو grows bees. Bees يعني بسلة، بازلاء، and corn. Number 2. The horse، الحصان، lives in the barn. Barn، okay. يعيش في البارن. الحصان يعيش في the barn. Barn، okay. موجود طبعا في الأرياف والأماكن الجميلة دي. Number 3. كريم had a farm، لديه مزرعة. One day there was a storm. أولا يا مستر عندك زير عندك one day، كلمة دل على الماضي، فلازم نحط معها was. تمام يا أستاذة. ذات يوم لقد كانت هناك عاصفة. Number 4. We can eat with a fork. Fork يعني شوكة. تمام، نستطيع أن نأكل بالشوكة. 5. The crab is small يعني صغير، فطبعا هستبعد elephant، فيل، ودولفين، ويل، حوت، هستبعد الحاجات دي كلها، فلازم نحط كراب. تمام، كابوريا او سرطان البحر. تمام يا اساتذه، نشوف اللي بعد كده. نمبر 6. ذا ويند، الرياح، بلو فير هارد، هبت.
بشدة. نمبر 7 It's time to watch. بعد تو بحط الفعل فين في المصدر؟ إنها وقت مشاهدة تي في. تاني أستاذة بعد تو بحط الفعل فين؟ فعل في المصدر. والفعل في المصدر هو فعل فاضي بدون اي ان جي، بدون اي اس، بدون اي دي. تاني أستاذة بعد تو بحط الفعل فين؟ فاضي، فعل فين في المصدر. نمبر 8 We played. احنا لعبنا، ده ماضي بعد اند لازم نحط ماضي برضه. We played لعبنا and listened to stories وأنصتنا إلى القصص. نمبر 9 Are you sure؟ بمعنى هل أنت متأكد؟ نمبر 10 I'll قلت لك. بعد أقول بحط الفعل فين في المصدر؟ الفعل فاضي. أوكي المين فيرب الفعل في المصدر هو buy. I'll buy this cab. نشوف اللي بعد كده. 11 Go straight on. امشي على طول بطريقة مستقيمة على طول. It's on the left. إنه على اليسار. 12 The dolphin is my favorite marine animal. حيواني المفضل البحري dolphin. 13 Don't throw. لا تلقي. Paper. بعد don't بحط الفعل في المصدر. لو حضرتك مش عارف تعرف شوف الفعل في المصدر ازاي، بشوف الـ ing وشيل منه الـ ing أو throw. بشوف الـ s وشيل منه الـ s يبقى ايه throw. لا تلقي الورقة. اوكي شو اللي بعد كده. 14 We ate popcorn. اوكي اكلنا فشار last week. Number 15 The cat القطة chased the mouse in the garden. طاردت الايه الفأر فين في الحديقة. تمام شوف المجموعة التانية مستر في unit 8 الوحدة التامنة. Choose the correct answer. اختار إجابة صحيحة from A, B, C, or D. Number 1 There is a wild animal. في حيوان بري. اوكي كويك بسرعة shut the window. قافل ايه النافذة. كلمة wild يعني مفترس متوحش او بري. Number 2 Don't. قلت لك من شوية ان بعد don't بحط الفعل في المصدر والفعل في المصدر فاضي بدون اي ان جي، بدون اس، بدون اي، بدون اي دي. Don't open the door. There is a lizard. Lizard يعني سحلية. 3 The monkey is not scary. ليس مخيفا، ليس خائفا. اوكي سكيري ليس مخيفا. It's cute. اوكي نمبر 4 Monkeys can climb trees. القرود تستطيع ان تتسلق الاشجار. نمبر 5 The giraffe has a long neck. كلمة neck يعني رقبة، لديها رقبة طويلة. نشوف رقم 6 The giraffe is the tallest animal. دي صفة يا مستر، ده هنا في تفضيل، صفة قصيرة مع التفضيل لازم نحط ذا وفي نهاية الصفة ايه الستين. تاني أستاذ كده أنا عندي صفات قصيرة وصفات طويلة، بالنسبة للصفات الطويلة بالنسبة للصفات القصيرة في التفضيل لو في ذا أفكر في الاس تي على طول، اس تي أو اس تي. تمام يا أستاذ؟ طب يا مستر لو في زان لازم نحط اي ار. أوكي الحل هنا يا مستر there is the giraffe is The tallest animal. الحيوان الأطول. Number 7 The turtle. الترسة أو السلحفاة البحرية. The slower than. زي ما قلت لك كلمة than لازم نحط معها ER. Slower than أبطأ من The cheetah الفهد الصياد. Number 8 Which one is the thinnest. أيهما الأكثر نحافة. The snake is the thinnest. Okay. Number 9 The mouse is the smallest. أنا قلت لك أن بعد ذا لازم نحط ST. الفأر هو الحيوان الأصغر. Number 10 Don't worry. لا تنزعج. لا تقلق. It won't hurt you. لن يؤذيك. لن يجرحك. لن يؤلمك. شوف اللي بعد كده. Number 11 Women. السيدات wear gowns. يلبسون ايه ارداءات عبايات. Gowns. 12 علي ازا. قلنا تاني يا مستر مع ازا بحط اس تي. علي ازا tallest boy in class. 13 The snake is ثعبان is the thinnest animal. Number 14 I don't like silly people. لا أحب okay. أستخيفين من الناس، التافهين من الناس. 15 I can see two clouds. Clouds هي سحابة، أستطيع أن أرى سحابتين في السماء. نشوف اللي بعد كده. عندي مستر مجموعة تانية في الوحدة التامنة للصف الخامس الابتدائي. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Please don't. قلنا بعد don't لازم نحط الفعل فين في المصدر. Don't shout. Number 2 The clown المهرج. Jumping up and down. Okay. بيقفز لأعلى وإلى أسفل. Okay. هنا كلمة jump يعني يقفز up and down فوق وتحت.
number 3 we live in a big house, نعيش في منزل كبير. Elephants, الأفيال eat grass, تأكل العشب. شوف كده number 5. Okay, number 6 cows, الأبقار give us milk, تعطينا اللبن الحليب. Don't worry, لا تقلق, لا تنزعج يا آدم. Don't worry, Adam. Number 8 I'm going to take a picture, أنا سألتقط صورة with my camera, بالكاميرا بتاعتي. Number 9 the horse is going away, الحصان يذهب بعيدا. يقول بعدها the door, الباب. اوكي هعمل ايه في الباب؟ shut the door, ده فعل امر. لو عندي امر مصدر بتكون امر مثبت او امر منفي. عند بالنسبه للامر المثبت الفعل في المصدر بدون اضافات. shut the door, اغلق الباب please من فضلك. 11 اوكي some animals can eat leaves, leaves يعني اوراق الشجر. كلمه eat يعني اكل, leaves يعني اوراق الايه الشجر. 12 which one ايهما is the cute, is the cutest. اوكي which one ايهما. كان معكم مستر ياس الضيق وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير, لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد, ولو في حاجة حضرتك ممكن نكتبها في التعليقات. في أمان الله.